بسبب عدم إطلاق سراح الناشط الحقوقي عثمان كافالا رغم المطالبات الأوروبية المتكررة في هذا الخصوص، يستعد مجلس أوروبا لطرد النظام التركي من عضويته بحسب تحليل لوكالة رويترز الإخبارية. الوكالة قالت في تحليلها إن عدم تنفيذ تركيا قرار المحكمة الأوروبية الصادر عام 2019 المتعلق بإطلاق سراح كافالا سيكون سبباً لطردها من المجلس الأوروبي الذي نالت عضويته عام 1949. كما أشارت الوكالة الإخبارية نقلاً عن مسؤول في المجلس لم تكشف عن هويته أن توقيت طرد النظام التركي من عضوية المجلس الذي تنتمي إليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سيكون بيد لجنة الوزراء في المجلس خلال المرحلة المقبلة. وبحسب المسؤول الأوروبي فإنه حتى 8 نوفمبر الجاري لم ينفذ النظام التركي 521 حكما من أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القاضية بالإفراج عن نشطاء حقوقيين إضافة لعدد من المعتقلين السياسيين. ووفقا لبيانات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت المحكمة 3820 قرارا بشأن تركيا على مدى نحو 70 عاما وقضت بأن أكثر من 3300 شخص تعرضوا للانتهاك من قبل النظام التركي ليصبح الأخير أكثر من ارتكب انتهاكات للحقوق بين الأعضاء في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. يذكر أن سلطات النظام التركي اعتقلت المعارض والناشط الحقوقي عثمان كافالا منذ 5 سنوات حيث تتهمه سلطات النظام بالتورط في محاولة الانقلاب المزعومة صيف عام 2016 والاتصال بجهات أجنبية.